أهلا بكم. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ضرورة أن يتجاوز التعاون الاقتصادي العربي التركي نطاق التبادل التجاري إلى آفاق أرحب تصب في صالح مسيرة التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة لدى الجانبين. وقال أبو الغيط في كلمته خلال أعمال الدورة 15 للمنتدى الاقتصادي العربي التركي في إسطنبول إن المنتدى يمثل منصة فريدة للحوار تجمع بين السياسيين والاقتصاديين ورجال الأعمال والمستثمرين العرب والأتراك. وقع مركز معلومات مجلس الوزراء مذكرة تفاهم مع جامعة الدول العربية في مجالات التوثيق الاستراتيجي والتحول الرقمي. جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة يوم الوثيقة العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وينفذ المركز مشروعا طموحا تحت عنوان توثيق ذاكرة جامعة الدول العربية ويوثق تاريخ الدول العربية في علاقاتها بجامعة الدول العربية الذي يعد تاريخا حافلا في مسار الأمة العربية بكل ما حمله من تحديات وأزمات ومواقف تشكل جزءا من هوية وتاريخ الأمة العربية. كما يهدف المشروع إلى التوثيق المركن لمسيرة العمل العربي المشترك منذ بلورة فكرة التأسيس في عام 1942. قررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 نقطة مئوية و 28.25 نقطة مئوية في المئة و 27.75% على الترتيب. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسية النقدية. استقبل وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي رئيسة شركة شيل مصر والرئيس التنفيذي لشركة بتروناس الماليزية في مصر. تم خلال اللقاء بحث أنشطة الشركتين في مصر خلال الفترة الحالية وخطط تنمية المرحلة العاشرة لإنتاج الغاز من مشروع غرب الدلتا العميقة بالبحر المتوسط ومتابعة إجراءات مشروع تنمية المرحلة الحادية عشرة بالمنطقة نفسها. وأكد بدوي خلال اللقاء أن قطاع البترول يعمل على تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للغاز ونقطة انطلاق لغاز شرق المتوسط، مشيرا إلى تقديم كل السبل الدعم والمساندة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر لأداء أعمالها. صرح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب بأن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري مع الاتحاد خلال عام 2023 نحو 32.6 مليار يورو، بما يمثل نحو 27% من تجارة مصر الخارجية. وخلال لقائه المفوض الأوروبي للتجارة لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكد الخطيب أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية نتج عنها ترفيع العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى المستوى الاستراتيجي وتقديم الجانب الأوروبي لحزمة دعم مالي واستثماري إلى مصر. وأكد الخطيب أن مصر أكبر المقاصد الإفريقية الجاذبة للاستثمار عام 2023 ولمدة عامين متتاليين وفقا للأنكتاد. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات نتيجة لتقلص الخسائر الحادة التي تكبدتها على مدار الجلستين الماضيتين، وذلك بعد أن أثارت بيانات في قطاع النفط انخفاضا غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكي الأسبوع الماضي. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 6.1% إلى 74 دولار و67 سنتا للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 6.1% ليصل إلى 70 دولار و84 سنتا للبرميل.
أيضا ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 15% لتصل إلى $2.19 للتر، وزادت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.6% لتبلغ $2.44 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت الصين عن زيادة القروض المتاحة للسوق العقارية المأزومة، وذلك بحلول نهاية السنة الحالية، فضلاً عن مساعدة لترميم مليون مسكن متداعٍ. وصرح وزير الإسكان الصيني ني هونغ خلال مؤتمر صحفي أن زيادة القروض في المشاريع الواردة على القائمة البيضاء ستبلغ 4 تريليونات يوان، بما يعادل 562 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي. وأضاف هونغ أنه سيتم أيضا ترميم مليون مسكن متداعٍ. نهاية أخبار اقتصاد من جديد، أعود إلى دينا وحكمة. شكرا لك محمد.